تسعى شركة سامسونج الكورية الجنوبية والرائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية بكل الطرق إلى الحفاظ على زبائنها. المجموعة أكدت منح بطاقة تسوق ب100 يورو كتعويض لكل زبون يرغب في استبدال هاتف جالاكسي نوت 7 بهاتف آخر من إنتاج المجموعة. اشتريت هاتف جالاكسي نوت 7 لأنه أعجبني أكثر من الهاتف السابق جالاكسي S7. أنا لا أرغب في استخدام جالاكسي S7 لأنني قررت الحصول على تعويض. مهندسو مجموعة جالاكسي فشلوا في التوصل إلى حل للعطل التقني الذي يشوب هاتف جالاكسي نوت 7، ما دفع المجموعة إلى الإعلان عن إيقاف إنتاج هذا الطراز بشكل نهائي بعد أن أضر بالعلامة التجارية للشركة. ما زلت أؤيد سامسونج لأنني أثق في هذه العلامة التجارية. يمكن للشركة صنع هواتف محمولة جيدة. غيرت هاتف جالاكسي نوت 7 بهاتف جالاكسي S7، وهذا يعني أنني ما زلت على ثقة في سامسونج. لن ألجأ لعلامة تجارية أخرى. مجموعة سامسونج أطلقت جهاز جالاكسي نوت 7 في آب أغسطس لاستباق المنتج الجديد لمنافستها العملاقة الأمريكية أبل، لكنها اضطرت في الثاني من أيلول سبتمبر إلى سحب 2.5 مليون جهاز في مختلف أنحاء العالم.